راح أحكي لكم على قصة مراجعة سوت ابتسامة هوليوود إي ماكس سعرها 60 ورقة في بغداد، وكانت هذه النتيجة. التهاب اللثة موضوع مهم جدا، يسبب رائحة الفم الكريهة، ويكون العلاج عن طريق زيارة طبيب الأسنان المستمرة. شكرا. مريضة تعاني من التهاب اللثة الحاد. هذه نتيجة الفينير الخاطئ. عندها ابتسامة هوليوود مشتغلتها في بغداد سابقا، وهذه تسمى الإي ماكس، والتكلفة عالية جدا، بس للأسف المريضة تعاني من هاي الالتهابات. لو تلاحظون اللثة مفتوحة بهاي الطريقة. طبعا بالتأكيد المراجعة تخاف انه تفرج لانه يطلع دم بكثرة. راح نعالج اليوم اللثة وانتظروا النتيجة بعدين. هاي اللثة الفوق ايضا تعاني من التهابات وتكلسات وتورمات. شكرا. الان راح نتكلم بالتفصيل عن طريقة علاج اللثة باستعمال جيل خاص اسمه جينجايفال جيل. شركات متعددة، مثلا هنا استعملنا شركة تيبي، نستعمله بالعيادة، وأيضا ممكن تشتروه، تقدرون تستعملوه بالمنزل. لاحظوا كمية الدم اللي طلعت بيوم واحد بالعيادة، لأن المريضة ما كانت تستعمل فرشة بين الأسنان. هنا المريضة ارتاحت جدا لأن تمت إزالة هذه التكتلات الدموية والاحتقانات الموجودة بين الأسنان. مثل هذه الحالة نحتاج 3 إلى 4 جلسات، لأن البكتيريا وصلت للعظم وسببت تآكل العظم. نستعمل فرج خاصة بين الأسنان لإزالة المنطقة المحتقنة، ويمكن لأي شخص أن يستعملها استعمال يومي. هناك شركات متعددة لهذه الفرشات وألوان وأحجام وقياسات. أخوان، موضوع اللثة جدا مهم وعلاج اللثة جدا بسيط، لكن الإهمال يؤدي إلى تفاقم الحالة ووصول البكتيريا للعظم وانحسار العظم وتآكل العظم بين الأسنان، ويؤدي إلى وجود فراغات كبيرة بين الأسنان. هنا نستعمل بالعيادة طرق خاصة لعلاج اللثة باستعمال باودر الإي أم أس السويسري، حيث يقضي على جميع الجراثيم والبكتيريا بين الأسنان ويعالج اللثة.